حانوا دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين هذا الشعب الأبي جزء من عقيدة المصريين وانتمائهم الواضح والطويل على مر التاريخ تجاه العزة العربية والوطن العربي اللي بدأ يعني بتكون الدولة المصرية الحديثة وتربينا وتولدنا على ده. ولو اتكلمنا على العقد الأخير على وجه التحديد هنلاقي أنه مصر من الدول اللي قدمت كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وآخرها كانت إعادة إعمار غزة. ولنا بنفسي رحت غزة في 2021 وشفت المصريين وهم بيشتغلوا في إعادة إعمار غزة، والحقيقة أنه أي كلام كنت بشوفه في الإعلام غير الواقع. الواقع أقوى بكتير، الواقع ترجمة للشعور المصري بكل ما يحدث على أرض غزة. والحقيقة أنه في عز أزمتنا كانت المساعدات الغذائية والطبية والدوائية بتصل لغزة برغم كل التحديات اللي كانت موجودة على الأراضي المصرية خلال السنوات اللي فاتت، إلا أنه الموقف المصري واضح تجاه أي اعتداء بيحصل حتى لما كان المجتمع الدولي واقف ساكن ثابت لا يتحرك. كان الجانب المصري يتحرك يتحدث عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، سيد رئيس عبد الفتاح السيسي طالما ينتفض ويتحدث عن أي اعتداءات تطول الجانب الفلسطيني. كنا وما زلنا نتحدث عن ممر آمن يمكن يكون هو أحد أسباب استمرار الحياة في القطاع اللي إن شاء الله هتفضل وتستمر على أرض فلسطين الحبيبة، وده اللي دعا ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توفير ممر آمن لدخول المساعدات الإغاثية لأهالينا في قطاع غزة. دلوقتي معنا على التليفون اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ. مساء الخير على حضرتك سيادة اللواء، كيف ترى رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم في حفل تخرج الكليات العسكرية؟ أهلا بحضرتك يا فندم وبمشاهدين الكرام، واسمحي لي قبل ما اتطرق إلى رسائل سيادة الرئيس أن أذكر لحضرتك أو أؤكد مع حضرتك أن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أقل ما يتم وصفه أنها حرب إجرامية وحشية تقوم بها القوات الإسرائيلية تحت مسمى عملية السيوف الحديدية، وهي الأشرف على الإطلاق على مدار 75 عاما من الصراع مع الفلسطينيين، وفي ظل الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل نجد أن هناك عملية حصار كامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانقطاع الكهرباء والمياه ومنع المساعدات وخلاف ذلك. الدولة المصرية تعمل بجهود حثيثة لتخفيف الأوضاع عن قطاع غزة، ودائما السيد الرئيس يوجه رسائل للداخل والخارج لتوضيح وإبراز الجهود المصرية المبذولة وضحض الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية. أحد أبرز أو من ضمن الرسائل اللي سيادة الرئيس النهاردة وجهها خلال حفل تخرج الأكاديمية بتخرج الكليات العسكرية، وده يعتبر حفل للدولة المصرية احتفالية كبرى للدولة المصرية واستعراض القوة، أن كان أحد هذه الرسائل هي سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي، لأن الدولة المصرية يا فندم بتسعى إلى إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد عليه سيادة الرئيس، وفقا للمرجعيات الدولية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967. أحد هذه الرسائل أيضا هو تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والتأكيد على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عادل للشعب الفلسطيني. واسمحي لي هنا فندم أن أوضح أن قطاع غزة وسكان قطاع غزة بيربطهم بالعالم الخارجي 7 معابر حدودية، منهم 6 معابر في اتجاه إسرائيل، وهذه المعابر التي في اتجاه دولة إسرائيل مغلقة بالكامل، يعني في حصار كامل لسكان فلسطين. المعبر الوحيد الذي يعمل هو معبر رفح يربط ما بين مصر وسكان قطاع غزة، وهذا المعبر
بخلاف ما يتم الترويج إليه، فإن هذا المعبر يعمل دائما منذ بداية الأزمة. وإن كان هناك بعض الأضرار التي تسبب فيها القصف الإسرائيلي، ودي كانت على معبر رفح من اتجاه الجانب الفلسطيني. إلى جانب ذلك يا فندم، بتعمل الدولة المصرية على تأمين حصول الشعب الفلسطيني على المساعدات، والدولة المصرية بتحث المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بعدم الكيل بمكيالين والدفع بجهود استئناف المفاوضات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي على وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروع. وهنا أنا عايز برضو أؤكد لحضرتك أن الدولة المصرية تطالب إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال بالقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني. من ضمن هذه الواجبات، ودي واجبات طبقا للمواثيق الدولية والأعراف الدولية واتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف، هي توفير سبل الحياة للشعب الفلسطيني المحتل، وهو ما يقوم بخلاف ذلك من عمليات حصار، سياسة عقاب جماعي، يعني استهداف المدنيين والأطفال، وده مخالف لكل المواثيق الدولية ويعتبر جرائم حرب. إلى جانب الواجبات الأخرى هو عدم استهداف المدنيين الفلسطينيين. نجد أن القصف الإسرائيلي ده قصف لأهداف عشوائية، منها مدنية ومنها منشآت طبية، وده برضو مخالف ويعتبر جرائم حرب. إلى جانب الواجبات الرئيسية واللي مصر مصر عليها، هو فتح ممر ومسارات آمنة صحيح للمساعدات الطبية والإغاثية. طيب، وده زي ما ذكر الزميل السابق الدكتور شادي محسن. دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعت مصر بدورها لتوفير هذا الممر الآمن لوصول الإغاثات والمساعدات لأهلنا في غزة. ده دور مصر. كيف يتحقق دور المجتمع الدولي وكيف يمكن إجبار إسرائيل على هذا؟ هو فعلا الدور المصري يا فندم، مصر فعلا بتنفذه، وفي توجيهات من سيادة الرئيس لإطلاق حملة أو قافلة إغاثية كبيرة يقوم بها التحالف الوطني للعمل التنموي. صحيح. بالإضافة إلى قيام مؤسسة حياة كريمة وتقديم الدعم لأشقائنا، وده دور واجب علينا. وبالنسبة للمجتمع الدولي، تسعى الدولة المصرية تبذل الكثير من المساعي لتكثيف الاتصالات مع جميع القادة والمسؤولين، وإلى جانب ذلك توحيد الصف العربي والتنسيق مع القادة العرب، وده ما شهدناه خلال اليومين اللي فاتوا، ان كثافه الاتصالات من سياده الرئيس مع كافه القوى الاقليميه الفاعله في المنطقه والقاده العرب على مستوى المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات ودوله الاردن الى جانب سلطنه عمان، ومع على المستوى الدولي مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني الى جانب رئيس الوزراء الإيطالي، وهذا كله بهدف احتواء تدهور الأوضاع أو تطور الأوضاع التي تؤثر على المنطقة بالكامل. بالفعل لم ولن تتخلى مصر عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وزي ما سيادة الرئيس قال هي قضية مركزية طوال العمر للشعب المصري وللدولة المصرية وللأمة العربية أجمع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.